هذه سيارة سوزوكي بنزينة، مولاها يشكي من صوت في عند وقت ينزل على الامبرياج، وقت يدوس الامبرياج يشكي من صوت. طبعا هو جاني حتى للمحل وحاولت نسمع الصوت لأن ما حبش يرجع الصوت، وليت قلت له يعني كيف يكون الصوت موجود عندك في وانت والسيارة عندك، صوره لي صوره لي وبعثه لي تو، انا سمعت الصوت. الصوت هذا هو البي تي تخدم على حاشية البلاتو، يعني الامبرياج بدا يصفر، تولي البي تي تخدم على كسنون نتاع البلاتو، ما عادش تطبع كاملة. أول ما تنزل عليها، إلا ما تنزل عليها على الآخر باش تطبع. لهذا هذه بداية أن هو البي تي والبلاتو، ويعني جاء وقتهم تبديلهم، أما مش حاجة قراب، مش حاجة رجوع، مش حاجة يعني ضرورية الآن، نجم نصبر عليها. وقت يولي كل ما تدعس عليها، كل ما تدوس عليها، يعني كل ما تنزل عليها يولي فما صوت، وقتها يلزمك تغيرها. أما توا مبدئيا تقدر تخليها، ما فيش حتى مشكلة، ما فيهاش حتى إشكالية، يعني الصوت مازال كيبدا ما تخافش منه. هذه الأصوات اللي تسمع فيها هي في البلاتو، في يعني البلاتو والبيتي ما همش متفاهمين، مايل شوية تبدأ أما الفرشات ولا السنون بتاع البلاتو يبدأ معوجين شوية، ولا البيتي بدأت تتعب، تعمل الصوت هذاك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.